الثرز ايه كانت المشروع؟ هي كلمة ثيرادوس جاية من كلمة ثيرابي وضفنا ليها كلمة دوس. الفكرة ببساطة ان احنا بنستخدم التويز الالعاب، مش شرط تبقى عروسة بس اي حاجة ايا كانت، يعني ممكن تبقى شكل بابي، ممكن تبقى شكل عروسة عادية، ان احنا نستخدمها عشان نوجه الطفل لحاجة معينة احنا عايزينها. الحاجة دي غالبا بتبقى مشكلة نفسية للطفل بيواجهها، ايا كانت المشكلة دي بقى، ايا كانت طبيعتها او السبب فيها، هي بنحاول ان احنا عن طريق القصص اللي احنا هنخلي العروسة تحكيها، عن طريق سبيكرز تبقى راكبة فيها، بنقدر بعد كده ان احنا نواجه الطفل واحدة واحدة، ان هو يا اما يعني يبعد عن السلوك مثلا هو مش عايزينه ان هو يتخذه، او ان احنا بنوجهه للطريق الصح اللي احنا عايزينه يكمل فيه، او ان هو يرفض فكرة معينة ومستحوذها. وازاي تقدر العروسة تتكلم مع الأطفال؟ هي ببساطة احنا عاملين دايرة صغيرة، الستوريز اللي احنا بنعملها وبعدين بتنزل على الدايرة ببساطة بيو اس بي، يعني مجرد ان الاب والام بيكونكت الكيبل بتاع العروسة في الكمبيوتر وبيخش على الموقع عندنا، بيبتدي ينزل الستوريز اللي هي بتبقى كل ستوري طبعا على حسب الكيس، وبعدين العروسة بتحكيها من سيكونس اللي هي موجودة. طب وزي كيف الفكرة؟ هي الفكرة انه بالاساس على مبدأ في علم النفس او في علم النفس العلاجي اسمها البليثيرابي او العلاج باللعب. معظم العلاجات عندنا في مصر للأسف متأخرة جدا في موضوع العلاج النفسي. الناس شايفة ان العلاج النفسي ده حاجة سيئة ما بيروحش غير المجانين، فعلشان كده الولد شقي شوية، طب عادي ده طفل شقي ما يعرفش ان هو ممكن يكون عنده مشكلة اسمها ADHD مثلا. مشكلة زي دي ناتجة عن ان الناس مش فاهمة الموضوع. ADHD ده بيبقى الطفل اللي عنده مشكلة في التركيز، وغيرها أمراض نفسية كتيرة. يعني مثلا في البيزنس بيتش بتاعتنا النهاردة اتكلمنا على ولد بيعاني بسبب انفصال والدته، بنت تانية في بريطانيا عملنا عليها التجربة ونجحت، إيما عندها أنوركسيا أو خلل غذائي، عندها خلل غذائي وعندها مشكلة في الأكل. باستخدام البلاي ثيرابي اللي موجود أو اللي هو الأساس بتاع فكرة الثيرابولز، قدرنا إن إيما تقدر تاكل خلال 3 أسابيع بشكل طبيعي، والولد يوسف إن هو يقدر يتجاوب مع الموقف اللي هو انفصال والدته بشكل أفضل بكتير. ثيرابولز ما عملناهاش بس عشان المرضى، عملناها كمان علشان الأولاد اللي ما بيعانوش من مشاكل نظرية أو قصاد الناس، لكن هيلاقي فيها غير العلاج، هيلاقي فيها المتعة، هيلاقي فيها حاجات ممكن يتعلمها. طيب وازاي محتاجين ايه عشان تبتدوا؟ وال 10,000 اللي حسيتوها المعدل المفروض اولا هتعملوا فيها ايه بالظبط في المشروع؟ هي هتبقى فانس للمشروع، ان هو في البدايه اولا احنا شغلنا بيعتمد على 5 افراد. اولا ان اول حد هو بيعمل القصص للطفل، طبعا على حسب حاله الطفل طبعا، وعندنا المصمم للعروسة نفسها، لأن إحنا عايزين بيبقى طبعاً لازم تصميم خاص بينا، ما ينفعش يبقى حاجة من حاجات المتشعبية. وفي بعد كده سايكايتريست أو سايكولوجيست، وده بالضبط كده، وده يمكن إحنا بنحاول إحنا نلاقيه دلوقتي، أن حد يكون متفتح لفكرة جديدة تخش في الموضوع ويبقى متجاوب معنا وإنه يكمل فيه. لأن إحنا للأسف اللي شايفين لغايه دلوقتي ان في ناس كتير يا بعدت عن المجال في السايكاتري، يا اما مش متفتحين قوي ان احنا نجرب فكره جديده يعني. بعد كده بنستخدم ماركتينج طبعا، ناس في الماركتينج وناس في اللي هو السوي ماشين، او هو الناس اللي بتبتدي تخيط وتصنع العروسه معانا، دول يعني ده الفريق ودي تخفيفه يعني قد ايه، ومحتاجين فاندين تاني يعني من ناحية الميزانية بتاعتكم بتاعت المشروع؟ هو احنا كنا حاطين ميزانية في البداية 20,000، وكنا معتمدين على السيفنجز او الادخارات بتاعتنا فال 10,000 تقريبا وفرت علينا، او يعني هتخلي 50% بالظبط، سهلت علينا نص الطريق بالنسبة للفاندينج بالظبط. بس يعني احنا برضه مش هنوقف، يعني احنا في حالة ان احنا لقينا مصادرة محترمة نقدر نخشها اكيد هندخل يعني، علشان لا احنا استفدنا كتير، مش مجرد بس ال 10,000 جنيه، لكن التدريب في حد ذاته افادنا جدا هنا في الاي سي. طيب كلميني كمان مره عن تدريبكم في المسابقه، يعني في الاول
من ناحيه التدريب اللي خدتوه، هل فاتكم حاجات كنتوا عارفين شويه المعلومات دي؟ لا الحقيقه في حاجات كتير جدا في البيزنس يعني اول مره نسمع عنها. احنا خلفيتنا مختلفه، انا خلفيتي هندسه جواطه، فاحنا جزء من المشروع احنا عارفين عنه كويس، لكن لما تيجي مثلا لحاجات في الاكاونتنج او المحاسبه دي ما كانش عندنا فكره عنها. في حاجات اللي هي ليها تيبس او عارفه نصايح صغيره ليها علاقه بالماركت والسوق بتاعك، دي برضه ما كانش عندنا فكره عنها خالص. ففي حاجات كتير في التريننج ما كانش عندنا فكره عنها، زي الشغل المحاسبي مثلا لما نيجي نعمل بزنس في حاجات ممكن الناس بتاخدها يعني مسلم بيها والناس بتعملها، وطبعا هي من الاخطاء الكبيره قوي، فدي برضه من الحاجات اللي قالوا عليها. ازاي نعمل الامور الحسابيه او المحاسبيه الخاصه بالشغل بتاعنا، اداره الفريق، تكوين الفريق. انتوا خمسه؟ احنا خمسه. طيب وايه الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه ان احنا نستقر على التصميمات الاخيره للدولز بتاعتنا والتويز بتاعتنا، ونكمل للمايند سيتين ونكمل للمايند سيتين، ونبتدي بقى ناسس الموضوع بشكل رسمي. هو رأيك شرح هيقوم ونبتدي نشتغل فيهم سواء. طيب شكرا ليكم، احنا مبسوطين معاكم.